طبق. الله ما تنساش تشغلها. اتفضل. الله يكرمك يا حبيبي. كرمك الله. كرمك الله. تقبل الله. كرمكم الله. ازيك يا سيدي؟ الله يحفظك. اتفضل. اتفضل. ربنا يبارك فيك. ازيك؟ ما تنسناش بالدعاء. اكرمك الله مع الف سلامة. تقبل الله. ازيك يا ابو حميد؟ مش هوصيكم. يعني انت اكيد عارف اللي انت عملته هنا غير مسموح بيه في الكلية. سعادتك عندك حق يا فندم. طيب كويس. بس ده في حالة ما أكون بتاجر وأتربح لحسابي الشخصي. أمال تفسر بإيه اللي أنت عملته؟ سعادتك لو سألت في الشؤون تحت هتلاقيني بورد كل الأرباح اللي بتطلع لصالح اللجنة الاجتماعية اللي أنا مرشح ليها. وإشمعنى اخترت أنت بقى بالذات اللجنة الاجتماعية؟ في الحقيقة يا فندم حسيت إن هو المكان ده اللي هيخليني أكثر قربا لزملائي وإخواني وخصوصاً المحتاجين منهم. يعني قلت مش هقدر أساعدهم إلا إذا عشت عيشتهم وحسيت أحاسيسهم. واعتقد ان هو ده دور الاتحادات عموما. كلام جميل. قول لي يا احمد انت ابوك بيشتغل ايه؟ صاحب مصمت في الجيزه يا فندم. مصمت؟ ايوه مصمت في الشوكه وارع وبار. علشان كده بقى انت اخترت كليه الطب البيطري. لا والله خالص يا فندم. انا كنت ناوي هندسه بس نقولي بقى المجموع. واكيد مش مبسوط. لا ازاي ما بقاش مبسوط؟ اي مكان تحت اداره سعادتك يبقى هو المكان اللي لازم نبقى مبسوطين فيه. متشكر يا احمد وتفضل انت دلوقتي. بس لازم تعرف اي نشاط تجاري بعد كده في الكليه ممنوع يا فندم. الا اذا انا بنفسي وافقت لك عليه. انا شخصيا وعن اقتناع هرشح احمد توفيق. واشمعنى احمد توفيق؟ كل الطلبه بتتكلم عنه. انا عايز اعرف احمد توفيق ده عمل ايه. عملت دي؟ عملتوا انتوا ايه بقى؟ وايه دي بقى ان شاء الله؟ ميدالية بسيطة وما فيهاش حاجة بس دليل على اني موجود على اني بشتغل. قصدك ممكن تشتري؟ هو الشغل عبارة عن ايه غير بيع وشراء؟ بس هي الأفكار دي هتفضل في دماغكم مش هتعرفوا تطبقوها في الواقع. مع ان كل الأفكار دي يا أخي سبحان الله موجودة في الإسلام. بس لو تسيبوا الكتب الحمراء وترجع له المصحف في القرآن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تنتخبوا مين؟ أحمد توفيق. وحبابكم مين؟ أحمد توفيق. التصرف لو كنا في ظروف تانية يا أخ أحمد كان لازم تتحاسب عليه. والله أنا مندهش يا أخ إبراهيم. أنا كنت متصور إن حضرتك جايبني علشان تشكرني إني طبعت رسالة التعليم. ما كنتش متصور أبداً إنك تنقضني علشان طبعت كتاب سيدي. طباعتك لرسالة التعليم لا تستحق عليها الشكر يا أخ أحمد، لأنه واجبك وواجبنا جميعاً لخدمة الجماعة. واللوم مش لأنك طبعت السيزون، الأصل في اللوم مرجعه تصرفك الفردي، لأننا جماعة واللي عملته خروج عن نسق الجماعة ويمكن اعتباره انشقاق عن الجماعة. ايه يا عمي ما تخطنيش يا أخ إبراهيم، انشقاق ايه بس اللي عن الجماعة؟ لا بالعكس اللي أنا عملته ده ربي اللي يعلم، بس أنا كنت عامله وحاسس إن في مردود عظيم للجماعة. أنا لا يعنيني المردود بقدر ما يعنيني المبدأ، فالغاية لا تبرر الوسيلة يا أخ أحمد. لا 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 اسمحني، الغايه اللي انت بتتكلم عنها دي الناس هي اللي هتسالك عليها، مش هيسالوك عن الوسيله، هيسالوك بس هل حققت الغايه ولا لا. انا ما بحبش الطريقه المكيافيليه دي. انا كل اللي يهمني القواعد التي اقيمت عليها الجماعه، ومن اهم هذه القواعد الشورى. وانت لم تستشر اي احد يا اخ احمد، صرفت كاننا مش موجودين. وانما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وانا اقسم بالله أني لم أكن أبداً أنوي أي شبهة خروج عن الجماعة على الإطلاق يا أخ إبراهيم، وإنما كانت نياتي في كل الخير للجماعة. والأخ أحمد يا أخ إبراهيم ممكن يوعدك بعدم تكرار مثل هذه الأمور مرة ثانية؟ ليكن. يبقى يحذف اسم الجماعة من على الدعاية اللي في كتابه. حاضر حاضر. بارك الله فيك يا أخ إبراهيم. إحنا بقى عايزين نتكلم في الموضوع المهم. لا بالعكس، أنا شايف إنها دعاية جميلة جداً، تبقى رخيصة لما ما كلهاش قيمة يا أخ إبراهيم، بس متهيألي قيمتها أنتوا شفتوها كلكم، أنتوا كل الإخوان. النتيجة إن إحنا وصلنا لكل الطلبة اللي في الجامعة تقريبا. وما كانش ينفع نوصل للطلبة من غير ميداليات. وما وصلتوش ليه؟ ما عملتوش كده ليه؟ سبحان الله. يا جماعة أنا شايف إن إحنا لازم نفكر بالطريقة اللي كانوا قبلنا بيفكروا بيها. دي رجعية. رجعية أهل الرجعية بقى اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، واللي هم بيتهمونا بيها ويقولوا علينا أصلنا رجعيين وأصوليين. يا جماعة إحنا مش لازم نعبر النهر قفزا. تقصد إيه يا أخ أحمد بالكلام ده؟ أقصد سياسة الخطوة خطوة. كيسنجر أنهت الحرب. كمان كيسنجر. يا جماعة
يا جماعة احنا ما ينفعش نبقى منغلقين واحنا في عصر انفتاح. بالعكس احنا لابد اننا نستغل عصر الانفتاح ده انه يبقى وسيلة لتحديد هدف. كمان برجماتي ليكن، مش مشكلة، المهم اننا دلوقتي موجودين هنا محتلين هذا المكان، بقينا على رأس الحركة الطلابية. وبعدين في طريقة تفكيرك دي يا اخ احمد، بعدين دي بقى في الحقيقة اخ ابراهيم مقرونة بمدى المساعدات اللي ممكن نقدمها للطلبة المحتاجين وما اكثرهم، ومتهيألي ان مكسبهم في صفنا سوف يفتح لنا ابواب الجنة. نور. مبروك يا اخ احمد. حبيبي يا اخ عمر الله يكرمك. ايه يا اخ احمد، احنا عاملين مجهود ده كله عشان نتصور؟ لا بقولك ايه، ده عميد الكليه والكليه بيته، واذا دخلتم بيته نغير بيتكم فاستاذنوا، احنا بنستاذنه وبنشكره. اهلا 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 يا فندم. اهلا وسهلا. وبالسرعه دي لحقت تعمل المعرض يا احمد؟ يا فندم بسرعك ايه، سعادتك لو بصيت وراك للطلبه هتعرف ان احنا كان لازم نعمله امبارح مش النهارده. وديني بصيت يا سيدي، في الحقيقة انا مش شايف غير طلبة وطالبات. لا سعادتك بص في عينيهم يا فندم هتعرف قيمة اللي حضرتك قدمته علشان. لا لا يا احمد، قدمت ايه بس، دي كلها بركة افكارك. طب يا فندم هي افكاري لازمتها ايه بدون توجيهات سعادتك وثقتك فيها؟ طب سلم. الحمد لله رب العالمين، احسن بكتير قوي. هو فجأة وقع ما نعرفش ليه، اعتقدنا ان عنده غيبوبة سكر. هو الوالد عنده سكر؟ لا بقولك اعتقدنا ان عنده غيبوبة سكر، تلاقيه بذل مجهود كتير وما كلش. المهم الحمد لله على سلامته. ما قلتليش اخبار الزياره ايه؟ تمت والحمد لله على اكمل وجه، والاخ فتح الرفاعي سرب لنا رساله التعاليم للامام الشهيد حسن البنا. رساله كامله كده؟ لا، الجزء الخاص بواجبات الاخ العامل. الاخ فتحي غير في الصياغه، خلاها واجبات الاخ المسلم، وحذف اي حاجه لها علاقه بالجماعه وكتبها بخط ايده. وكده شفت بقى الحكمه، شفت الحكمه والرزانه، عرف ان وجود اسم الاخوان المسلمين في اي حاجه. يا اخي احنا مش قدهم اصلا. يا اخ احمد احنا اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نوزع الرساله دي لجميع الاخوه. طب واحنا هنوزعها ازاي؟ هنكتبها بخط ايدينا كده؟ بالظبط كده. لا ما ينفعش، دي شغلانه كبيره قوي، عايزه مجهود وعايزه وقت. بقول لك ايه، هتيجي نوديها لاي مطبعه؟ مفيش مطبعه هتوافق، اي مطبعه هتخاف، ممكن يحصل متاهات. طب ممكن بقى تسيب الحكايه دي عليا انا لو سمحت، يعني على ربنا ثم عليا. ان شاء الله في اقل من 72 ساعه يكون عندك اكتر من 5000 ورقه وبالمجان. والله يا حاج انا سبت الفجاله كلها وجيت لحضرتك وسمعتك الطيبه وسمعه عيله ابو شقره الطاهره وسيرتها الحلوه. ان شاء الله انا عارف انك هتعمل لنا اللي احنا عايزينه. وانا تحت امرك، بس المهم في الاول نتفق على الفلوس ومواعيد التسليم ونوع الورق وشكل الطباعه، عشان كل حاجه بقى متفقين عليها وعلى نور. واحنا مش هنختلف في حاجه يا حاج، احنا لا يهمنا فلوس ولا نوع الورق ولا شكل الطباعه، اهم حاجه عندنا التسليم في مواعيد. الله الله عليك يا ابو حميد. لا كمان بقى مع مواعيد التسليم يهمنا الفلوس قوي، وعايزك تعرف ان الحكايه دي فيها كده لوجه الله، ان شاء الله بامر الله تعالى انت مش هتكسب. من عينيا الاثنين، انا تحت امرك. الكتاب ده يا حاج ما فيش طالب في الكليه الطب البيطري ما بيحتاجوش من سنه اولى لاخر سنه، بس هو في الحقيقه الكليه بتنزله غالي قوي قوي. احنا عايزين ننزله بربع ثمنه تقريبا، لان اللي قادر اهو بيشتريه، انما اللي مش قادر بيروح المكتبه يمقع عينيه لحد ما يحفظه. يعني احنا حسينا ان من واجبنا اننا نوفره للي قادر واللي مش قادر. قلت وانا والله ما كسفت. شوف انتوا عايزين تطبعوا منه كام نسخه وانا تحت امرك. ايوه حاج، بس انا مش عارف اقول لك انا عايز كام الا لما اعرف بكام. اتفضلوا الشاي. وانا كمان ما اقدرش اقول لك بكامل لما اعرف هتاخد كام نسخه، لان سعر ال1000 غير سعر ال5000. صدق صح. طب لو قلت لك 10000 نسخه؟ لا تفرق كتير، بس انت هتجيب منين 10000؟ ده انت تلاقي كل اللي في الكليه عندكم 2000 او 3000 طالب بالكتير. اه بس انا مش هبيع في جامعه القاهره بس، انا هبيع في كل كليات طب بيطري فيك يا بر مصر. طب اروح انا اجيب الورق عشان نكتب اللي اتفقنا عليه. استنى بس يا حاج قبل ما تجيب الورق، احنا بعد اذنك يعني عايزين نطبع الكراسه دي لوجه الله تعالى. ايوه بس عدم المؤاخذه يعني فيها ايه الكراسه دي؟ يا حاج دي ان شاء الله فيها واجبات الاخ المسلم. احنا في حياتنا حاجات كتير قوي لازم نعملها لوجه الله، نعرف اللي لينا واللي علينا، وانا متوسم ان شاء الله في حضرتك انك هتعمل الخير ده. وانا تحت. اتفضل يا حاج. اروح انا اجيب الورق. اتفضل. وديتنا في داهيه 10000 نسخه، هنجيب فلوسهم منين ونوزعهم ازاي اصلا؟ يا سيدي هنعمل اعلان في الكليه، كتاب سيزون ابو 50 جنيه هنبيعه ب 12 جنيه ربع ثمنه، ومش هناخد على طول فوري بالتقسيط.
وتقسيط مريح كمان، يعني هناخد منهم 6 جنيه والستة الباقيين على 3 شهور كل شهر 2 جنيه، مكسبنا في ال 12 جنيه يا محمد 7 جنيه، يعني في ال 10,000 نسخة 70,000 جنيه. يا سلام، ده إذا عرفنا نبيعهم أصلا يا أخويا. وغلاوة الحاج عندك وعندي لا هنبيعهم. أنت من بكرة إن شاء الله هتروح كلية طب أسيوط، وأنا هروح جامعة القناة. أسبوعين يا محمد والله العظيم الموضوع ده هيخلص. وإحنا إن شاء الله بقى هنقعد ندور على محافظاتنا نلم الأقساط. ما نلفش ليه يا محمد؟ ده إحنا نلف وندور ونسعى ونشقى. الرزق يحب الخفية. وبعدين بدل ما أنت تشقى يا سيدي ممكن نلف على واحدة من الأخوات كده نجيبها هي اللي. إشمعنى يعني واحدة من الأخوات؟ ليه مش من الإخوة؟ أولاً لأن الشغل مع الأخوات لذيذ في حد ذاته. وبعدين مفيش حد من الأخوات هيقلدك في الشغل بعد كده، إنما لو جبت حد من الإخوة ممكن يقلد الشغلان ويشتغل من وراك يقلشك، يعني ده ممكن كمان